نعم. فضيلة الشيخ، رفع الله درجتكم، رجل قام بأداء العمرة قبل 8 سنوات وأثناء الطواف أحس بتعب شديد وعياء ولم يستطع إكمال العمرة، وتحلل ولبس ملابسه وخرج من مكة، فهل عليه شيء؟ منذ 8 سنوات؟ سبحان الله، اسمعوا يا جماعة، منذ 8 سنوات ما سأل عن دينه. لو ضاعت له شاة عرجة لذهب يطلبها في الليل، وهذا الدين لا يسأله إلا بعد 8 سنوات. شوف التفريط. هذا الرجل يلزمه على قول بعض العلماء أن يلبس الآن ثياب الإحرام ويذهب إلى مكة ويتم عمرته، فيطوف ويسعى ويقصر، ولا بد. وإن كان قد جامع في أثناء هذا فإنها فسدت عمرته، فيكملها ثم يأتي بعمرة جديدة قضاء لما فسد. وإن كان قد تزوج بعد ذلك، يعني بعد أن ألغى العمرة، فنكاحه فاسد، يجب أن يتجنب زوجته وأن يجدد عقد من جديد بعد أن يقضي العمرة. فهمت؟ فالأمر شديد. هذا هو الذي يقوله الآن، هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند أصحابه. في قول آخر أن الإنسان إذا عجز عن إكمال النسك لمرض، ما هو لتعب، لأن التعب يمكن يستريح ويكمل، إذا كان لمرض فإنه يتحلل، ولكن عليه هدي، لقوله تعالى: فإن خسرتم فما استيسر من الهدي. ثم هنا إشكال، هل يحل قبل أن يتحل، قبل أن يذبح الهدي أو لا يحل؟ إذا قلنا لا يحل بقت المشكلة الأولى التي ذكرت، وإن قلنا يحل فالأمر أهون، ما عليه إلا أن يذبح فدية. فاسأل الرجل هل تعبه هذا أدى إلى مرضه بحيث لا يستطيع أن يقضي، أن يكمل العمرة لو تلين واستراح أو لا. إذا كان يستطيع فمعناها أنه لا زال في عمرته، فليذهب على طول. ولكن المحظورات التي فعلها على قول الراجح لا تضره لأنه جاهل، إلا إذا مسألة الزواج فإنه يجب عليه أن تزوج في هذه المدة أن يجدد العقد. فهمت الآن؟ إذن الخلاصة الآن الذي نرى أنه إن كان هذا التعب أدى إلى مرض ما يستطيع أن يكمل، فهذا ما ليس عليه إلا هدي الحصار، وإلا فإنه لا يزال محرما الآن، يجب عليه أن يذهب محرما من بلده، من بيته الآن، ويكمل العمرة، وليس عليه شيء فيما فعل من المحظورات لأنه جاهل. وإن كان قد عقد النكاح في هذه المدة فعليه أن يفارق، أن يتجنب زوجته حتى يتم العمرة ويعقد له من جديد.